اهلا وسهلا بكم احبائي النادي رياضي الشفيقسي في موعد جديد مع سياسات نيوز. بعد راحه لمده يوم كان مكن الاطار الفني لنادي رياضي الشفيقسي جميع اللاعبين، تكون العوده غدا الى التمارين بحصتين تمرينيتين. الحصه الاولى تنطلق على الساعه 9 صباحا والثانيه على الساعه 3 بعد الزوال لتمرين بيان ميكس ملعب المهيري. ومن المرجح جدا اجراء النادي الشفيقسي للقاء ودي امام فريق اهل طرابلس يوم الخميس إن شاء الله بملعب الطيب المهيري. هذا في كرة القدم. كرة الطائرة الصفاقسية، وبعد خيبة الأمل نهاية هذا الأسبوع لنادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي، انطلقت اليوم التمارين استعدادا للقاء الترجي الرياضي التونسي. حصة التمارين بقاعة تقوية العضلات بمركب النادي الرياضي الصفاقسي، كذلك فتيات كرة الطائرة انطلقت التحضيرات كذلك للجولة الثانية من مرحلة الإياب اليوم بالمركب كذلك لملاقات فريق الاتحاد القرطاجي نهاية هذا الأسبوع. بالتوفيق لكرة الطائرة الشخصية، وإن شاء الله نادي الشفيقسي القادم أفضل. هذه أخبارنا اليوم في السياسات نيوز. ملتقنا غدا إن شاء الله في أخبار جديدة.